السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بدفعة 2024. من زمان ما نزلناش فيديو نصايح في نص الشهر، كنا احنا ملتزمين ان احنا ننزل في أول الشهر، ولكن زي ما وعدناكم ان الفترة دي فترة مهمة جدا، وان شاء الله هنحاول نبقى متابعين معاكم بأكتر من فيديو خلال الشهر بإذن الله. الفترة دي برضو مع ان احنا بنتكلم وبنحاول ان احنا نشجع الناس، ولكن في ناس كتير برضو بتبعت لنا بتقول ان احنا دلوقتي في نص السنة التاني وفي عندنا مشكلة في الشغف، انا نفسي اذاكر من جوايا. وبالفعل في ناس بدأت تاخد خطوة وبدأت تذاكر، والناس اللي نزلت دروس واللي اشتركت اونلاين وقال لك خلاص عاوز اوري ربنا ان انا عايز اذاكر وان انا عاوز اجتهد، ولكن برضو بيجيلي في وقت من الاوقات بفقد الشغف، ببقى مثلا قاعد خلاص هبدأ مذاكرة وانا ان شاء الله بدأت، ولكن اجي ابدأ شوية وبعد كده احس ان انا يجيلي تفكير لا انا مش هقدر اكمل، لا انا مش هجيب مجموع، على فكرة اللي انا ببذله ده كله ملوش اي لازمة. فاحنا في الفيديو ده ان شاء الله هنحاول نتكلم عن فقدان الشغف وازاي ان انا ارجع شغفي تاني حتى في منتصف الطريق للناس اللي بدأت او الناس اللي لسه برضو مش قادرة تبدأ، هنتكلم عنه خلال الفيديو ده ان شاء الله. السلام عليكم حبايب قلبي، ايه الاخبار؟ بص انا هتكلم معاك دلوقتي انا ودكتور ابراهيم اكني انا الطالب، وطبعا دكتور ابراهيم هو الدكتور يعني، فايه فهنمثل لك الموضوع. انا كطالب دلوقتي اول حاجه بتسرب لي شك ان انا عندي عدم شغف وان انا مش قادر اكمل هي كم التفكير اللي بفكره في التراكمات اللي عندي. يعني انا بتنازل عن الجديد عشان انا عندي تراكمات كتيره قوي، فدي اول نقطه. انا كطالب يا دكتور ابراهيم ببقى قاعد بفتح الكتاب انا عاوز اذاكر وحاسس ان انا عندي شغف وعندي طاقه ان انا اذاكر، بس اول ما بفتح سبحان الله 5 دقائق تركيز، بعد كده ببدا افكر في اللي قبل كده. تمام، دي يعني اول حاجه بتخليك تدخل في ان انا مش بالظبط وفقدان الشغف. يعني انا ممكن اجيب 4 كتب بقول لا دول انا احتمال اخلصهم النهارده، بيكون عندي طاقه رهيبه ان انا ابدا في الكتاب. تمام، فابدا اول ما ببدا 5 دقائق الاقي تركيز وكويس ومعلومات كويسه، بعد كده مفكر دماغي تروح لايه؟ للحاجات اللي انا في درس انا كنت محتاج اراجع عليه قبل كده، اصل انا جبت درجه وحشه في امتحان من اول الترم، ببدا افكر في الحاجات اللي فاتت. فانا عاوز اعرف انا كطالب اعالج النقطه دي ازاي؟ يعني ازاي اتخلص من التفكير في اللي عدى واركز في اللي موجود دلوقتي، تمام؟ مع برضو ان انا محتاج اوازن بينهم. فهي دي اول مشكله بتواجه اي طالب يعتبر. فلو كده اكن انا الطالب بقى، يعني انا عاوز تفسير من حضرتك للنقطه دي. حل المشكله كالاتي، ان دايما تفكيرنا في الماضي بيضيع علينا الحاضر والمستقبل في اي حاجه سواء في المذاكره او غير المذاكره. يعني في ناس ضيعت فرص كتير في المذاكره وفي الفلوس وفي اي حاجه اجتماعيه علشان بفكر في الماضي. يعني واحد يقول لك ايه، لا انا مش همشي في الطريق ده علشان قبل كده اتخبطت فيه، مع انه الطريق ده لو مشي فيه لا ده وراه خير كتير. فاكتر حاجه بتخلي الواحد يفقد فرص كتير ان هو مثلا ما بيقدرش يحاول في النقطة اللي اتكسر فيها، فيجي مثلا يفتكر الدروس اللي هو ضيعها والمواد اللي اتراكمت عليه، فيبدأ لا هو طال ذاكر القديم ولا هو برضو قادر يذاكر الجديد ومش قادر يركز خالص. فأول نصيحة أقولها لك، لازم تتصالح مع نفسك. يعني تقعد مع نفسك ازاي تقول انا اللي عليا تراكمات مفيش اي مشكلة، اللي فات نسيه ايوه نسيه، ولكن الحل ان انا انسى، يعني ان انا انسى القديم مش هنساه بمعنى الحقيقي وابدا في الجديد. يعني بمعنى ايه، انا دلوقتي بدات شرح الترم الثاني في اي ماده من المواد، احاول اتصالح مع نفسي وانسى خالص القديم واقول خلاص كاني بادئ من بدايه السنه. الموضوع هيبقى متعب في الاول، ولكن كده كده القديم هيتجاب بعدين، ولكن لما تيجي تذاكر الجديد ده هيساعدك. لما تيجي تلاقي نفسك بدأت تمشي تاني وبدأت تذاكر تاني هتلاقي وقت ان انت تذاكر القديم. لكن اول حاجة تبطل في تصالح مع نفسك ان انا مش هفكر في القديم مهما كان ايا كانت العواقب، والحاجة اللي اتلسعت منها هحاول فيها تاني. يعني في الرياضة مثلا انا عندي مشاكل فيها قبل كده اولى وتانية سنة او اعدادي، لا يبقى انا هذاكر هبدأ بداية جديدة وانسى اللي فات كله واحاول اتصالح مع نفسي واحاول اقنع نفسي ان اللي فات كده كده هنشرحه تاني وكده كده هنراجعه تاني، بس انت لما تبدأ في الجديد وتلاقي نفسك مشيت فيه وذاكرت كويس هتلاقي نفسك قادر تكمل في القديم وقادر تراجعه كمان. فأهم حاجة طالما بدأت النهارده في درس جديد ابدأ بداية جديدة، ما تفكرش في القديم
حاول تعمل اي حاجه علشان ما تفكرش في القديم. صح. وحاول تتصالح مع نفسك ان النسيان ده حاجه طبيعيه علشان ما تبداش ان انت تفكر وتحبط ولا الطول القديم ولا ان انت الطول الجديد ولا تعرف تركز حتى في اللي لسه هتاخده. فالخلاصه في النقطه الاولانيه ان انت تتصالح مع نفسك وتعرف ان النسيان امر طبيعي وان انت تفكر في اللحظه دلوقتي وتنسى اي حاجه فاتت علشان تفكيرك في الماضي هيضيع عليك الحالي اللحظه الحاليه والمستقبل كمان. طيب يا دكتورنا تاني مشكله بتواجهني ان انا بكون متارجت مواد معينه او حاطط هدف ان انا مثلا النهارده هذاكر 3 مواد فبحس ان الوقت بيتاكل مني. في عناصر كتير بحسها بتلهيني وبتاكل مني الوقت. يعني انا مثلا حاطط يعني قررت ان انا اصحى بدري فصحيت بدري وقايل بقى النهارده هعمل بقى حاجه كبيره انا عاوز اذاكر كتير، الاقي ان الوقت اللي انا ذاكرته برضو اتلخص في مثلا ايه ساعتين واليوم خلص. فده هل ده بيكون بسبب البدايه لان انا برضو ايه عشان ابدا بحس ان الموضوع صعب شويه باخد وقت عشان ابدا عشان اجهز نفسيا مش عارف اول طب افطر طب بعد كده ايه. بس انا صح انا ناوي اذاكر يعني انا اصلا صح اليوم بدري عاوز ان انا اخلص بس بلاقي فجاه سبحان الله ان بتبقى معايا اساسا ساعتين والليل ليل. ده بسبب ان مش نفسي اظبطها نفسي اظبط القصه دي. هل بقى العيب في ان انا مش ببدا بسرعه او ان انا بعطل نفسي او العيب من الملهيات اللي حواليا؟ فنقطه الوقت بالنسبه لي لو اتحلت هتبقى حاجه كبيره جدا، احس ان انا بنجز مع نفسي. فانا عاوز حاجه او حل يزود لي الوقت، يعني عاوز الوقت بتاعي احس ان هو يعني يزداد. يعني عايز احس ببركه الوقت بالظبط كده. تمام. فيا ريت توضح لنا النقطه دي، ازاي اكسب وقت كبير او احس ان الوقت فيه بركه؟ النقطه دي مهمه جدا وناس كتير بيكلمونا عليها، ان ما بيلاقوش بركه في الوقت وما بيلاقوش وقت ان هم يذاكروا. الحل الامثل للنقطه دي ان انت ما تديش لنفسك فرصه تفكر. بمعنى ايه؟ انا بكره مثلا عاوز اذاكر 3 مواد، اصحى اصلي اذاكر على طول، ولا تقعد تفكر هتذاكر كل ماده كام ساعه، ولا تقعد تفكر طب هكتب في ايه، طب هحل ازاي، طب هذاكر ايه الاول. اول ما تصحى صلي وابدا افتح اي ماده على طول بدون اي تفكير، لان كتر الخطط يعني طول ما انت بتقعد تفكر طب هذاكر كام ساعه، طب هذاكر ايه الاول، طب ايه الدرس اللي علينا، بتقعد وقتك بيضيع وبتحس ان انت اتقفلت. عارف انت زي ما بقول لك ايه، طول ما انت بتتكلم عن حاجه معينه بتفقد الشغف في عملها. يعني انا مثلا عاوزين نروح نشتري مثلا تليفون، فعمال اقول ايه انا هروح اشتري تليفون، انا هجمع فلوس للتليفون، طب انا هعمل ايه. كتر الكلام هيخليك ايه عمال تاجل. صح. كل تفكيرك لا، انت خلاص معاك الفلوس او معاك الحاجه روح اعملها على طول. واحد عاوز يفتح مشروع، ده انا هنعمل وهنسوي و و و لا، انت ما تتكلمش. قله التفكير وقله الخطط بتخليك تنفذ اسرع. يعني ما تقعدش ايه البداية. ايوه بالظبط، ايوه اهم من التخطيط بالظبط. البدايه السريعه، يعني مثلا انا صحيت، شوف انا المفروض اذاكر مثلا عربي وانجليزي واحياء، خلاص انا هصحى هفتح الكتاب اللي قابلني وابدا على طول اقعد على الكتاب. طول ما انت خدت الخطوه الاولانيه وقعدت وفتحت الكتاب هتلاقي نفسك خلاص. ومن ضمن المشاكل برضو ان انا دايما بتخلي ما فيش مثلا رغبه قوي وبتحس الوقت بيضيع، ان انا بفكر في كميه المواد، اقعد افكر يا لهوي ده انا عليا 3 دروس احياء، ده انا عليا مش عارف المواضع العشر في الصرف، ده انا عليا القصه مثلا لو انت علمي او عليا اسلامك، طب هعمل ايه مش عارف ايه. ما تقعدش تفكر كتير، طالما صحيت صلي مثلا الصبح او صلي الفجر وبعد كده تفتح الكتاب مباشره ايا كانت الماده ايه، ما تقعدش تفكر انت عليك ايه. انا عليا مذاكره دول، خلاص هروح فاتح الصرف على طول، اروح اذاكر فاتح الاحياء، فاتح الانجليزي، الماده المفروض عليا اذاكرها بدون تفكير وبدون ما اقعد اخطط هذاكر كل حاجه كام ساعه وهقعد في دي قد ايه وده هحل فيها ايه. المهم ان انت تبدا بدايه خاطفه وبدايه سريعه وما تقعدش تفكر كتير، علشان التفكير الكتير بيخلي الواحد ايه يهمد ويسيب كل حاجه. وما تقعدش تفكر انت عليك قد ايه، ما تقعدش تقول يا ده انا الاحياء عليا ذاكر 20 صفحه، لا انا عليا مذاكره احياء وبس، اروح فاتح ومذاكر الاحياء على طول. مع الوقت هتلاقي نفسك خلصت في وقت اقل ما انت متخيله. تمام كده يا جماعه؟ بالنقطه دي لازم تبدا بدايه سريعه وخاطفه وتضحك على نفسك وتفتح المذاكره على طول. هتكلم معاك في نقطه مهمه جدا احنا كمدرسين بنواجهها يعني تقريبا بشكل يومي. مثلا بيجي لي طالب يقول لي يعني مثلا انا في عربيه جبتها جديد، فمفروض رايح لدكتور ابراهيم بقول له ايه انا عاوز اسوق، انا عاوز اسوق النهارده. فالرد بتاع دكتور ابراهيم هيكون ان انا لازم ايه، لازم الاول قبل ما اسوق، انا جبت العربيه جديد بس انا ما بعرفش اسوق، لازم اعمل ايه؟ أتعلم. لازم اتعلم السواقه.
يبقى انت الاجابه كده كده معاك. بس هو للاسف احنا كطلبه مصريين بنحتاج جزء من الايه، ان حد يطبطب عليك او توجيه، اللي هو ايه بالضبط. انا حاسس ان انا تايه، بس انت عارف ان انت يعني لو اخوك الصغير جه قال لك انا عندي امتحان بكره، انت نفسك يعني انت نفسك او لو اخوك الصغير جه قال لك انا عندي امتحان بكره هيقول له ايه؟ ذاكر. هيقول له ذاكر. انت معاك الحل بس انت بتدور على حاجات تاني. فدايما المشاكل البسيطه انت دايما بتكبرها. لا انا مش عاوزك تكبرها. انت عارف ان انت مثلا بيجي لي طلاب يا مستر انا مش بعرف اكتب باراجراف. عارف ليه؟ عشان انت ما بتكتبش باراجراف. هو ده الحل. ما هو انت لو جربت ولو حاولت بعد كده تعود. لا هو بس انا مش بعرف اكتب، انا مش بعرف يا مستر احل محادثه. طب ايه الحل؟ يعني هو مثلا ايه، حل محادثه ما بيجربش يعمل مش بيجرب بالظبط مش كده. ولو جرب بيستسلم. يعني انا باب التوابع صعب عندي، فاروح لدكتور ابراهيم باب التوابع صعب. ليه؟ انا رحت خدت خطوه بعيد او من بعيد شايفه كبير بالزبط. وبعدين خدت خطوه فيه بس خطوه واحده فلقيت الموضوع معصلج، لا استسلم وروح اشتكي. فدايما احنا بنقدم الشكوى على المحاوله. تمام. تلاقي طلاب برضو مثلا يا مستر ابراهيم دكتور ابراهيم مثلا قال لي هبعت لك النهارده على الواتساب، فانا قلت له ده في مشكله، انا ما عنديش واتساب، اعمل ايه؟ ايه الحل؟ نزل واتساب. نزل واتساب. شفت بس ده انا عارف اساسا انا ممكن انزله. انت ممكن كل مشكلتك تقعد تقول ايه يا لهوي انا ما عنديش واتساب هعمل ايه؟ طب ابعت لي ازاي؟ ليه لان انا بدور على حل بديل اسهل. دي في علم النفس دايما، مش عاوز اواجهك بحاجه رخمه بس دي اسمها هروب من المسؤوليه. انا بدور على حل اسهل. ما انا ممكن انزل واتساب وانا عارف ان دي معلومه اقدر اعملها، يعني هفتح التليفون وانزل واتساب. لا بس انا ايه، ما يمكن دكتور ابراهيم عنده حل، اكيد عنده حل اسهل. بدل يا مستر ما تكتب، بدل ما المستر يقول لي اكتب باراجراف كل يوم، لا ما هو ممكن اقول له اشتكي له، اقول له ما بعرف ممكن مثلا ايه يديني ايه، يقول لي خد دول، ده اي باراجراف حطه فيه. لا انت كده بتتهرب من المشكله. طيب انا عندي كطالب، احنا دلوقتي هرجع تاني كطالب، انا عندي مشاكل كتير جدا ونفسي برضو اعرضها، فمحتاجين ان الدكتور يعمل لنا سلسله نتكلم فيها كل فيديو عن مشكله او مشكلتين بتواجهني، بحيث ابقى احس ان انا عندي اعداد نفسي جيد لمرحله المذاكره. احنا هنعمل سلسله بعنوان حوار مع طالب محبط وفاقد للشغف. كل فيديو هنتكلم عن مشكله او اتنين بتواجه الطلبه، ومستر يوسف هياخد دور الطالب اللي بيشتكي، وانا هاخد دور الشخص اللي بيحل او بيحاول يحل على قد ما يقدر، وهنعملها سلسله فيديوهات وان شاء الله انتظروها، وهنبقى معاكم لحظه بلحظه واسبوع باسبوع الفتره الجايه ان شاء الله، وان شاء الله نشوفكم كلكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.